نروح لهذا التقرير والدكتورة رانيا المشاط ماذا قالت أيضا عن هذا المؤتمر المهم اليوم، ثم فاصل وعود لحضرتك. من القاهرة وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلقت فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حيث تم عقد عددا من الجلسات النقاشية التي ناقشت فرص الاستثمار المستدام في مصر واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. وتعزيزا للشراكة طويلة الأمد بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، تم توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، كما تم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ونظمت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي المنتدى بمشاركة كبار المسؤولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص للتأكيد على التزام المؤسسة بدعم الأهداف التنموية لمصر من خلال تعزيز مشاركة وتمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وتعكس الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية بمحفظة استثمارية تقدر بنحو 8 مليار دولار فاصل 9، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني التي تبلغ قيمته 34 مليون دولار. النهارده احنا في يوم مؤسسة التمويل الدولية، دي أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، الذراع الخاص بالقطاع الخاص. مؤسسة التمويل الدولية منذ بدء عملها في جمهورية مصر العربية في تمويلات واستثمارات بتقريبا 9 مليار دولار. هم مش بس بيقدموا تمويلات للقطاع الخاص، ولكن أيضا استشارات اقتصادية مهمة، دي برضو بلغت يمكن 30 مليون دولار. مؤسسة التمويل الدولية الحقيقة يعني اشتغلت مع القطاع الخاص في مصر في مشروعات رائدة، منها طبعا بنبان في 2015، هم أيضا معانا في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي. النهاردة شهدنا توقيعين مع المؤسسة، التوقيع الأول كان استشارات مع هيئة التأمين الصحي، لأنه التأمين الصحي الشامل أحد المشروعات المهمة جدا اللي بيقوم بتمويلها البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية وأيضا الوكالة الفرنسية للتنمية، ولكن مؤسسة التمويل الدولية بتقدم استشارات فنية لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر. وطبعا التأمين الصحي الشامل من أحد المبادرات الهامة جدا، اللي مش بس يعني الهدف منها التأثير على رأس المال البشري والمواطنين، ولكن إشراك القطاع الخاص بصفة عامة في التأمين، وده بيحتاج الحقيقة جهد كبير جدا وأيضا تبادل خبرات مع ما حدث في دول أخرى. والتوقيع الثاني اللي شفناه النهاردة أيضا هو تمويل ب 100 مليون دولار لبنك القاهرة، يمكن أحد أطر التمويلات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص من خلال تمويلات للبنوك المصرية. ده شفناه بشكل كبير جدا منذ 2020 وقت جائحة كورونا، وكتير جدا من التمويلات اللي بتروح للقطاع الخاص في مصر من خلال خطوط ائتمان من مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المصرية. التوقيع النهاردة بيركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بيركز على ريادة الأعمال، وأيضا في جزء عن مساهمة التجارة الخارجية. وتعاون الحقيقة بيجي في إطار من مجهودات الدولة لتقديم أو تطوير الاقتصاد الكلي بشكل عام، ومن أحد الشراكات اللي احنا بنشتغل كهيئة مع المؤسسة التمويل الدولية هي نقل الخبرات للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتأكيد على أن القطاع الخاص هو أحد أزرع
الهيئه يعني تطبيق المنظومه، وان هو شريك اساسي في المنظومه، وهو احد يعني قواطر التنميه لتطبيق المنظومه وتقديم خدمات صحيه متكامله دون تمييز. الحقيقه الاتفاق النهارده احنا شاهدنا توقيع اتفاقيه بين الهيئه وبين مؤسسه تموين الدوليه، والوقع على الاتفاق هو سياده الوزير الماليه الدكتور محمد معيط، وهو رئيس مجلس اداره الهيئه. والتعاقد النهارده في اساسه هو مساعده الهيئه عندنا، هيئه التامين الصحي الشامل، في عقد اطر للتعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بما يتماشى مع المنظومه والهدف العام منها، وفي نفس الوقت يبقى الصيغه التعاقديه مرنه وملائمه للقطاع الخاص اكثر منها للقطاع العام. مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي تطلق مؤتمرها بالقاهرة وسط حضور رفيع المستوى حكومي وخاص، تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالبنك الدولي ولمناقشة التنمية المستدامة للاقتصاد المصري. هاني النحاس لبرنامج على المسؤوليتي.